يمكن من اللافت ان خلال ايام مهرجان العالمين كانت التغطيه الاعلاميه العربيه لفعاليات المهرجان، وكان في اشاده كبيره جدا بتنظيمه على كل المستويات. يمكن نقول التغطيه دي ما كانتش مقتصره على الفعاليات وعلى الانشطه الفنيه وعلى الفعاليات الرياضيه بس، كان في اهتمام كبير بكل اللي بتشهده العالمين من تنميه وتطوير. بكل تأكيد، وزي ما كنا بنتكلم فعلا عن تغطية الإعلام الروسي، في تغطية للإعلام العربي. عايزين نعرف تفاصيل أكتر من رئيس القسم الخارجي بجريدة الوطن محمد علي حسن، هيكلمنا عن التغطية العربية لفعاليات هذا المهرجان. صباح الخير عليك. صباح الخير يا أستاذ محمد، وصباح الخير يا أستاذ منة. يا أهلا بيك. في البداية عايزين نوضح للسادة المشاهدين يا أستاذ محمد أهم وسائل الإعلام العربية اللي اهتمت بتغطية هذا المهرجان. اهم الوسائل الاعلام العربيه والعالميه كمان، خلينا نتكلم، ابرزت الفعاليات بشكل كبير جدا، وابرزت قد ايه ان العالمين الجديده هي مدينه من الطراز الحديث، واللي بتضاهي مدن كثيره حول العالم، وازاي ان هي نموذج مش بس للفعاليات والمهرجانات، لا هي مدينة لها إمكانيات وقدرات لها تقدر يكون تنظيم فيها لقمم ومؤتمرات دولية كبيرة بيغطيها الإعلام الدولي بشكل كبير جدا، وبتحظى باهتمام بخصوص التنظيم وبخصوص الجمال اللي بتشهده هذه المدينة. وحصل مقارنات، يعني مدينة العالمين ما قبل تطويرها و مجلس العالمين الحالية، وشفنا ده في تقرير مثلا زي تقرير لوسائل الإعلام الأمريكية، وتحديدا كنا شفنا في CNN لما اتكلموا قد ايه ان المدينة بالتطوير اللي هي فيه بالشكل اللي هي فيه، لا هي مدينة عالمية مش مدينة مجرد انها مدينة كانت من ايام الحرب العالمية الثانية كانت مجرد صحراء والغام، وكان اشهر حاجة فيها المعركة اللي حصلت سنة 1944، ولكن لا بقى في شكل جديد جدا للمدينة، وعلى المطلة على شاطئ البحر المتوسط، وقد ايه الجمال والطبيعة الخلابة للمدينة ساعدتها بشكل كبير جدا انها تكون جذب مش بس للمواطن المصري، لا للمواطنين العرب والمواطنين الاجانب. طيب، وده شفته بقى فأي دولة اللي اهتمت بنقل الفعاليات بشكل لحظي وإنها تنقل مختلف الفعاليات سواء كانت فنية أو كانت رياضية أو كانت لها علاقة بالأزياء؟ احنا كان عندنا فعاليات كتير مش عارفين نسرد ايه ولا ايه. يعني احنا كنا غطينا الموضوع ده في ملف كبير في جريدة الوطن عندنا من 4 أيام تقريبا، والصحف العالمية، يعني احنا نقدر نقول عفوا الصحف العالمية والقنوات العربية غطت الموضوع بشكل سواء الترفيه اللي موجود او شكل قيمه المدينه. نتكلم مثلا عن قناه سكاي نيوز اللي افردت موضوع هايل جدا بعنوان كان مهرجان العالمين انشطه متنوعه لاسعاد زوار المدينه المصريه، وكان ابرزت فيه مدى الاقبال الكثيف من قبل الزائرين لمهرجان العالمين اللي كان الوصف الشامل ليه في كل المواقع تقريبا وكل الصحف انه مهرجان متنوع. كمان خلينا نتكلم ان وكاله الانباء الكويتيه قالت ان مهرجان العالمين وصفته تحديدا بالحدث الفني والترفيهي والرياضي الاكبر في منطقه الشرق الاوسط، واشارت كمان ان العدد المهول من الزوار للمهرجان سواء لحضور الفعاليات او لمعرفه لو التعرف على المدينه مدينه العالمين الجديده تخطى 1 مليون زائر، بالاضافه الى يعني اهتمام كبير جدا بابراز الفعاليات المهرجان، ويعني كان من اهم الفعاليات اللي كانت وسائل الاعلام اللي بتتكلم الترفيهية بشكل خاص، يعني تحديدا كان عرض أزياء اللي هو بتاع مايكل سينكو اللي كان بيتكلم عن الأزياء والهوية المصرية، وده كان شيء مهم جدا، وقد ايه الفنانات اللي كانوا حاضرين والشخصيات البابليك فيجرز في الفن والترفيه كانوا مرتديين أزياء بطعم وريحة فرعونية يعني
بتعبر قد ايه عن الهويه المصريه. كمان في موقع اي تي المختص بالفن نقل تصريحات لمصمم الازياء العالمي مايكل شينكو عن جريده الوطن عن تقديمه لعرض الازياء المستوحاه من الحضاره المصريه القديمه، وكمان قد ايه هو اعتمد على الالوان الذهبي والاسود اللي هم معروفين بالنسبه للحضاره المصريه، وقد ايه هم مؤثرين فيها، والفراعنه كانوا متاثرين بالمين دول تحديدا في الملابس، وكمان استخدام بعض رموز الحضاره المصريه القديمه، واشاروا كمان ان الحضاره المصريه مصدر الهام حقيقي لمصممي الازياء حول العالم. انت بتتكلم حضرتك في 7000 سنه في تنوع كبير حتى في العصر الفرعوني من تصميم الازياء، وده اللي اشارت ليه وسائل الاعلام العالميه. كمان يعني حتى الشرق الاوسط اللندنيه جابت عنوان رائع جدا بعنوان كان بيقول ان ليلة الملية في العالمين، وان راغب علامه ونانسي عجرم يطربوا الزائرين او رواد المهرجان. وركزوا قد ايه على ان حتى نانسي عجرم كل ما تروح مهرجان بيطلب منها اغنيه لو سالتك انت مصري، وقد ايه هي الاغنيه دي، هي حتى كانت صرحت ان دي كانت من احد الاغاني اللي كانت وش السعد وش الخير عليها، على قد ايه الناس بيحبوا مصر بيحبوا الفن المصري بيحبوا الكلمات المصريه. خلينا نتكلم كمان بما ان كان في مداخله بتتكلم عن الاعلام الروسي، لا يعني قناه روسيا اليوم كانت مغطيه بشكل كويس جدا لاعمال الدوره الاولى لمهرجان العالمين، وقالت ان في كميه فنانين ونجوم مصريين وعرب وعالميين كانوا المشاركين، وكمان مش تم الاكتفاء بده، لا كان في ان الفعاليات واستعراض ليها وقد ايه هي فعاليات متنوعه، وده اللي كان مركز عليه الاعلام العربي. كمان لو بمناسبه الصحف العربيه، صحيفه الخليج الاماراتيه واسعه الانتشار يعني عملت تقرير كبير جدا تعدى تقريبا ال 1000 كلمه، وده يعني عظيم جدا يا استاذ محمد. استاذ محمد احنا هو كبير. تمام، احنا بايدينا خلينا اسم العالمين مهرجان العالمين مدينة العالمين فارض نفسه على كل وسائل الإعلام بإيه؟ بإنه كان في فعاليات متنوعة، فعاليات رياضية فخلينا الإعلام الرياضي يتكلم، فعاليات فنية فخلينا القنوات والإعلام الفني والمختص بالثقافة والفنون والفنانين يتكلم عن الموضوع ده، مؤسسة الرئاسة فخامة الرئيس كان بيستقبل رؤساء في هذه المدينة الكبيرة، فخلى طبعا هذه الأحداث المهمة تفرض نفسها على الإعلام الدولي كله. عايز اعرف حضرتك من وجهه نظرك شايف ايه اهم خبر اتكتب في هذا الاعلام سواء العربي او العالمي، او اهم تقرير كمان اتكلم عن العالمين؟ يعني اهم تقرير اتكتب عن العالمين يعني كان في نتكلم في يعني القوه الناعمه لمصر متمثله في الاعلام، وكمان في دبلوماسيه رئاسيه وفي تخطيط كويس جدا واستراتيجيه بيتبناها طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في خلال مهرجان العالمين لا كان شهد فوق الاربع قمم كانت موجوده في مهرجان العالمين، وكان ابرز اللقاءات اللي كانت في مهرجان في بالتزامن مع مهرجان العالمين اللقاء الثنائي اللي جمع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده السوداني، وقد ايه ان العالم كله كان مهتم بهذه القمه الثنائيه للخروج بحلول لهذه الازمه. كمان كان في لقاء ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الاماراتي محمد بن زايد للحديث عن ملفات الشرق الاوسط والمنطقه، بالاضافه الى القمه الثلاثيه التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني وايضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن. كل هذه العناوين عناوين هامه، عناوين يعني كانت واسعه الانتشار واهتمت بها كل وسائل الاعلام العالميه. ما نقدرش نقول ايه اكبر عنوان طلع او اكتر ان عنوان كان انتشار، لا الثلاث قمم او الاربع قمم اللي كانوا بالتزامن مع مهرجان العالمين كل قمه ليها اهميتها الخاصه، كل قمه ليها اهتمام العالم الخاص بيها، كل قمه ليها حلول وملفات بتناقش بداخلها. اكيد، كل شكر ليك
الأستاذ يعني نورتنا وشرفتنا الأستاذ محمد علي حسن رئيس القسم الخارجي بجريدة الوطن، شكرا جزيلا لك.